هتلاقي هبطل الكوره. ما شر حجي مخبص الاكل باتي الهريج بخرب السينما تاع راسي العيال تعطي كل شيء والله ما تشوف شر حجي والله متى انا مصيد منك حجي يومين دكتور والله بصراحه عارف. زين حجي صيد منك لا من يومين رحت حمام شيء قلت الحمام الحمام كنا حصاب ما اقدر اطلع بخروج ولا حراره عندي كلش شلون البول عندك؟ حراره جدا الام شديده دكتور عندك الام ها؟ وين الم حجي؟ بس بس خلاص الم هني حجي تحمس تحمس يا حجي خلنا افحصك حجي خلنا افحصك خذ نفس حجي شوي شوي حجي شوي شوي حجي رجعت رجعت خفيف رجعت شوي ها مو مشكلة حجي هاي شكله عندك حصى حجي بس الحين اعطيك عبر واعطيك حبوب تاخذها عقب الاكل حبتين عقب الاكل تفضل حجي لا لا هاي مفعوله قوي شوي شوي حجي شوي شوي حجي شوي شوي حجي نفهم هاي تاخذ الابر الحين وخفف عنك الالام اكيد دكتور اكيد اكيد بس بعطيك لحظه اعطيك هاي الحبوب عشان يمنع الشهيه يخفف عنك الشهيه تروح العياده هني ويعطونك الدواء ان شاء الله يعطيك العافيه عبد الصمد عبد الغفار عبد الصمد عبد الغفار غرفة 2 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام كيف الحال يا دكتور حياك الله كيف الحال ان شاء الله طيب عسى الله شر حجي والله كل المرض اللي فيه في الدنيا كلها في سجلت عندي ظهري رجولي ما في مكان صاحي وش تعاني من ناحيه حجي؟ اعاني من ظهري ظهري انا مواجد فيه اشتغل حجي؟ وين اشتغل بعد انا رجال وشايب عرض الحدي يعني ما تشيل لا 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 يا حجي انا من زرع طايح طايح ايوه بس كيف أيوة. حصك حجي؟ لا 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 وين الالم؟ وين الالم؟ وين الالم؟ هنا الالم هنا كلها هنا الالم هنا الالم قوي 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 هنا حجي لا تقول دكتور مو فيه ما عندك النظر حجي انك ما ادري بس روحك تتعب يعني اتعب من امشي اطيح اطيح الان مرة طايح بس عطني نفس حجي شوي شوي حجي هني عندك اولى بعد الركبة الركبة ما اقدر من امشي ما علي ما علي احنا اعطيك اشياء حد شيك الله 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 دكتور حجي والله نبض عندك زين ايه بس اعطيك احم فحوص تروح تفحص اي نعم سوي اشعة ايه على وين اروح بس هنا تروح العيادة تروح لك سرير نعم ويعطونك الاشعة بس تروح هناك ودكتور ما تفحص على ركبتي بيسوون لك اشعة حق ركبتك وظهرك متأكد ايه اكيد رحم الله والدك دكتور يعطيك العافية بس حياك. سوي اشعة وتمر مع حجي حياك الله يا دكتور يعطيك العافية مشكور رحم الله امك حياك يا الله يا الله عبد الحسن عبد الباسط عبد الحسن عبد الباسط غرفة 2 ما بتكلم انا عبد الحسن عبد الباسط
عبد الحسن عبد الباسط غرفه 2. حسن اوكي. السلام عليكم. قول هالوجه مو غريب علي. حي الله الجمال. وجه حمار طيب. طيب. انا وش سوي في الصبح في الدوام والعصر في العيادة. حياك تفضل مني. حياك تفضل مني. منك اكو بيقى استردال له. ها بسيط. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. عسى ما شر. الله يسلم. انا سوبرفايزر عندي بالشركة. نعم. وانا جايب لنا اليك هو يبغى يدخل الاسلام. ايه. زينه بس عاد مو تشوفه كذي مو لابس امامه. ايه تشوفه. زين والمطلوب يعني انه بيدخل الاسلام. الله يسلمك يا دكتور. الحين بعد لازم نقول لك دكتور. ايه خلاص. ها؟ قول. زينه جايبينه نبغى نطهره لانه يبغى يدخل. انت تعرف اي واحد بيدخل الاسلام لازم يطهرونه. على هالعمار بطب الطهره؟ بعد هو حبي يرخل الاسلام، اي واحد بيرخل الاسلام لازم نطهر. زين الحين ايش تبوا يعني اسوي له؟ تبوا تعجز هني يعني مواعيد؟ بس ما ادري هو يعني عندك هني والله في محل ثاني. شوف يا رضا، قول استاذ رضا، قول اذا بتحجز هني موعد يبقى لك تقريبا شهر علشان يوصل موعد. حشيت، وش ماخذ وش طالب انا؟ بس بقول لك انا اذا بتجي عياده في نفس اليوم ان شاء الله كلها ربع ساعة وانت طالع. ايه بعد لازم نبغي العيادة مدام هو متقبل الفكرة الحين كان دخل الاسلام ونكسب فيه اجر. في اجر ايه في اجر. بس انت تدل عيادتي ولا شلون؟ ما ادري في وين والله عيادة. بس اعطيك الكارت. هاي الكارت. زين. عندك الخط الساخن تحت. تتصل. تحت. ايه نعم. تتصل. ساعة متى اخذ العصر اوكي؟ العصر مضبوط. تتصل تقول له الدكتور علي بغيت موعد عند الدكتور علي وان شاء الله خير تمر من العصر وكلها خير ان شاء الله. اوكي انا العصر الحين طلعتي بتصل لهم بقول لهم عشان العصر امر ان شاء الله خير. على خير بس ما هاي اللي يعني الخريطه اللي حاطنها مالت الخريطه اذا ما ادل لك الخريطه ورا. اوكي لا عقب الدوار يعني صوب المارينا على صوب. ايوه عليك نور. على خير يلا نشوفك العصر. عاد منك خلينا نشوفه. ما في مشكلة. يلا خير. يلا على خير. او باي. او كده ربا. او باي. او شايفني ايه؟ شايف. افتر باي. او او. ستارة ستارة. تيجي سبيك انجلش بليز. ايه نيم معلوم. نيم معلوم. ها تم اتشا برابر. ايه تم اتشا بول. هي هاف هيدك. نو نو هيدك. نو نو باي بوت اتشا دكتور. زا كيا زا هي اوه نه نه سموك نه با سموك نه. ها نه نه جيف مي يور هاند. هيك يا دكتور احنا مسوي لك. ما عليه لازم اسوي من راس الارجوله من يوم. ما عليه لازم اسوي له فحوصات. ايه انجكشن نيم انتبه. الله رزين اللي عندك فحل. زين ما في عوار بطن هارت بروبلم. هيك يا يقدر. ايه نه مشكله. ها ايه تيجي بس تعطيها الثياب حق يروح غرفه العمليات. ها باي يا تشينج كار اوف. بس خلنا نختنا اليوم بعد وش نسوي. ابكا كاريغا ابكا كاريغا باي. هيك يا مشكل دكتوري. يا مشكل لتلكات خوفنا يا باي. ايه باي. ايه تملك مسلمان بورو كالي كت كره كت كره گا. نه 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 متا بانه خوف نه يه بار نه بار دور كره بار.
مثل مثل بانش منت خلاص. اوه اي باي هم ادار آیا کام کے لیے ہم خالی منتا کانا کی آگا ہمارا باس ہے چند تین بچہ بہت تین بچہ دکتور تین بچہ اب کیا کرے گئے ہم غریب آدمی ہیں کیا ہمارا ہے اب کیا ہاتھ ہے کہ اب کیا کرے گا بھائی کیا ہمارا ہے کیسا ہے پلیز دکتور پلیز نہیں منتا کت بھائی يقول يفكرك بتقص ايده يقول لك انت انت بالموضوع انا معلمنا بالموضوع كامل من يوم اجيب لك المستشفى هناك فكرتك بتسوي لي في نفس الوقت. اه قوم خلينا نتفاهم يا بيا هي اللي تلك جاست بانت من ها مشكلنا هي اكيد هاي دق من دقاتك انا وش شيء وش بسوي لك بعد دقات وش ما سويت انت نسيت يوم نروح هذا عدل عدل وش دراني عنك انت نسيت نسيت وش اللي نسيت تنسى يوم نروح لابوي نايم خف لومك علي انا حبي وغرامي عليه انا عليه صبر صبر عاد بطل الباب رضا بطل فيك انت تجيب الماء عشان بقول لك سالفه صبر صبر نجيب لك اكلك متعلم بعد ويلي ابوي ويلي جود جود لا تموت علينا بعد وش هالماء دير ماله ما تبغى تشرب ماء هلا بربر ما تشرب ماء في بيتكم كذي مو احلى مايكم احلى من مايكم ويلي تعبان قولي من لاحق الماء ابوي رجولك عاخن البيت ابوي لاحقني حق وش مسوي له لاحقني من البيت لهني ما ادري ايش فيه ضربه فيوزات اليوم عدل عدل حق ضربه فيوزات بعد وش مسوي له انت ما خبري يعني تسوي لابوك شي انت اوكي وش الماي ما يطوف اقول لك اليوم هذا الرجل مدرسة زين بغالو شال ماي تعرف انك انا كيكة باربعانات تقول لي ويش شال ماي يطوف سينة بعد ما مالح مايكم اقولك اليوم زين هذا ام حسين مرت ابويا زينة وش فيها قاعد اراجع له تقول لي قوم جيب بي ام سي اقول لها خلنا براجع انا وبروح كل ساعتين بكمل واجبات كل شيء وخبر ولدها هذاك ولده غير عليك يدين لا تنكتين خبرك ايه خبرك هالسنه اخر سنه زين ام براجع عد المجموعه رفعه ام برفع راس ابوي ام برفع راس وطني ايه بس وش الفائده تقول لي انت تراجعه انت حدك مخمه وبروش انت تراجعه انت حدك بعدين تفطر تجمع قواطي غيرت شي انت يعني مخمه وبروش نفس الشيء انا يعني العرب انا بعوي ايش اسوي خلت في النادي مخ زين انت تغديت لو مغديك بعد بقول لك على السالفه دي وايش سوي ام حسين تروح تكوك ابوي وابوي يقول روح نفع الغنم ان شاء الله ابوي روح نفع الغنم رد تحدي حق وايش روح نفع الدجاج وكل شيء عليك انت كل شيء علي وتباني وايش بزك من شعر بيت بعد تقول لي روح جيب نفنوفه من الزكيه عندهم عرسه وايش دراني والخياطه دي
تخيط بخمس ربويات مستانسه ومن لين كرفانه اروح اجيب واحد ابو رخوص له بس زينه هي ذكيه مخيطه لك تيسر واحد مخيطه الباطن كمنقاص في بين فتاك عجل مو كرد اختراب تقول خياطها زين ما لانه رخيص له زين خيوط كذي صار زين صدق انا جوعانه كيف ما غدك مرت ابوه على حين اسالك وانت راضي تجاوبني انا تغديت بس ما ادري وش الغداء شفت عيش وكلته ما يمكن يودون حق الغنم ما في طعم ما ادري مودتنا حق الغنم انا رحت اخذت لي غرفت لي وهذا وكلت مالح لو ما سخله وايش سالفته ما له طعام بس كذي ما الجوع اخوك زين اخوك تكمل صبغ انا بشرب الماي برتاح ما انا قادر سلي من قابل وجهك اكمل الصبغ وي وي زين تعال انا كملت مني لقوم اقعد مني عشان اصبغ من ناكله انا اخاف اقعد مني انسدح مني لازم تنسق في الطوفه اخاف مني بعدين تتلعوز الفانيله مشكل عاد ما عندك الا هاي عندك غيرها هاي عندي الخميس ذاك الكشخه لك شغل من اخوك باعت خلنا نصبغ باعت حط ماي الصبغه حط وش مصير كله تلوي صدر ابوك روح مني اوكي من ناس عشت لا تقوم على الصباغ نار خاف اتلعوز اخوك ويلي وين طلعت صباغ ها كارفنك ابوك كان لا عرف لا تطفر صباغ هذا وانت علي وين هو راح وين راح علي محسن هاري كان هذا جاجة نعم لأنه المغرب علي اوه شلبيت خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابوي اشوف اشياء تنفتح ابو حام تنصك في البيت وين امك انت امك في الحجه خايفه ما تعرف ايش سوي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش صاير في البيت لا تخاف وياك ابوك السباع لا تخاف اقول لك انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تخاف يا وليدي لا تخاف وياك انا لا تخاف وصل علي وين راح ده علي هلا امي طلع يا ولدي وين انت يا ولدي كاسر وين انت يا ولدي انا هني ويا صبي انا راجع يا ولد ابني يا ولدي ما ندري وش صاير وش صاير ابوي ما ندري مراقع صخور وش صاير فيك كذي ها وش في الترتجف لحظه وين الدرجه ابوي انت كل صورك مو خايف ابوي انت وش بترتجف خلنا باكر بس صاير صوت في البيت يا ولد ما على بالك وين الدرج جيب الدرج بكير جيب مخزنه جيب لحظه دقيقه وين خليته ابوي بيت مسكون يقول لي درج وش صاير ابوي لحظه شوف بنشوف ايش بتسوي يا ابو الفيت لحظه ابوي وين بشوف ابوي ها حج جعفر ولا دربه وانا مو قايل لك هذا حجي جعفر له ها قايل له حمام ابوي هذه الوايرات يا ولدي خراب هم كلهم دار وين صرنا ابوي بقول لك وين يا
وين الراجع؟ تعال ما في مراجعة، روح ساعد ام حسين وشوفها ايش تبغى. لا راجع اسمعني، ما تبغى نرفع راسك له؟ لا ما امبك، امبك تساعد مرتي. ابوي وش؟ انا بعدين برفع راسك بجيب لك بيزا. اقول لك ما بيك ترفع راسي. زين ما علي، بودي الدرج. اوكي ولا تروح تراجع، روح لام حسين شوف. انا تعال بجيك شوفه. لا تجيك من مني المال، باع مو نفس من اللي فيه. يلا باع يا ولدي، روح راجع. سير صرت مهندس ما ادري ايش سالفتك. لا يا رئيس شركة انا. والنعم فيك، بس وش اقول لك؟ ايه شفتني شلون قبل كنت اعاني ويا ابوي؟ ايه ما يخليني ادرس. زين بس انا لاحق العلم ملاحق، كل ثانية اروح اراجع وذاكر عشان اوصل وينه؟ اوصل له المستوى. كله مني انا، ذكرني وكل مرة اقول لك دكتور صرت. ايه كنت تطنز، بس الحين غصبا عليك تقولها دكتور. والنعم ما تطنزت انا. بس اقول لك ويش، انا من اصرار واجتهادي ملاحقت ورا العلم، اطلب العلم. ويش وصلت؟ وصلت لها المستوى والحمد لله. اقول ويش، من زرع حصد والحمد لله، زرعنا وحصدنا. عدل، كل انسان يزرع لازم يحصد. نعم نعم، من زرع حصد. وابذل جهدك كي ترتاح، لم يندم من قسايا الجد وابيب الارواح. اسمعني وسعى يا صاح، وابذل جهدك كي ترتاح، لم يندم من قسايا الجد وابيب الارواح. الجد طريق وضاح، والله كريم فتاح، والخير الى من قد ثابر. ما هاجر يوما وشاح، ما هاجر يوما وشاح. اسمعني واسعى يا صاح، ابذل جهدك كي ترتاح، لم يندم من قد السايا فالجد ابي الارواح. الجد طريق وضاح، والله كريم فتاح، والخير الى من قد ثابر. ما هاجر يوما وشاح، اسمعني واسعى يا صاح، ابذل جهدك كي ترتاح، لم يندم من قد السعي الجد ربيع الارواح. الجد طريق وضح، الله كريم فتاح، والخير الى من قد ثابر. ما هاجر يوما وشاح، ما هاجر يوما وشاح. السلام عليكم، نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، نشكركم. طبعا تعب وحار، نشكر الجمهور. شارك في هذه التمثيلية من زرع حصد قاسم سلمان، عيسى حسن الزاير، حسن عبد الله، علي سلمان، محمد عبد النبي. وأيضا شكر وتقدير إلى عبد الجبار سلمان وعلي الشيش. الشكر الجزيل إلى عبد الله يوسف أبو هاني وتابع عبد ومتابعة هذه المسرحية، إبراهيم منصور، معد التقنيات، محمود سلمان، كاتب النص، راجل مبدع، صالح عبد الله صالح، يستحق التحية.